للحديث عن الموضوع مشاهدينا معنا من العاصمة السعودية رياض المحامي والباحث السياسي فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لسيادة القانون. سيد فيصل أهلا وسهلا بك معنا. إذن أكثر من 100 صاروخ حوثي إيراني الصنع دمر في سماء السعودية، إلى أي حد يعكس ذلك مهارة القوات السعودية ودقتها في التصدي للخروقات الحوثية، خاصة وأن أغلبها يستهدف مناطق يقطنها مدنيون؟ نعم، أحييكم وأحيي المشاهدين الكرام. الواقع أن مسألة إطلاق الصواريخ الحوثية في الأساس لا تستهدف سوى التشويش وربما إيصال رسالة بأنهم فقط قادرون على إطلاق هذه الصواريخ لأجل ربما محاولة زعزعة ثقة السعوديين بقدرات المملكة الدفاعية، لكن ثبت العكس واتضح أنها مجرد ظاهرة صوتية، إذ أنها تتساقط بالفعل في الجو دون أن تصيب أي هدف سوى ذلك الصاروخ ربما الذي أطلق على الرياض وتناثرت بعد استهدافه من قبل القوات الدفاع السعودية، تناثرت أشلاؤه على المواطنين الثلاثة المصريين بعد ذلك استشهاد أحدهم. وبالتالي القدرة السعودية أثبتت بالفعل دقتها بكامل بحيوية كاملة، ومن خلال يعني منظومة دفاع تستطيع أن تقولي عنها حديدية بالفعل. ومن ثم الأمر أيضا يعكس أن هناك دعما نوعيا إيرانيا هذه الصواريخ، ومن ثم هي حرب غير مباشرة مع إيران. تفضل. بالحديث أكثر عن هذه النقطة اللي أثرتها حضرتك، الدعم الإيراني، إذن إلى أي حد يكشف هذا العدد الكبير من الصواريخ، أكثر من 100 صاروخ التي استهدفت السعودية، حجم الدعم الإيراني اللامحدود للحوثيين؟ نعم، هذه النقطة غاية في الأهمية، وواضح من تصريحات التحالف العربي والأدلة التي كشفت أن إيران بالفعل متورطة بهذا الفعل، خصوصا وقد دخلت حتى بمرحلة الطائرات بلا طيار التي تم إسقاط ربما 2 منها داخل الأراضي السعودية، وهو الأمر الذي يؤكد بالفعل رغبة إيران في الخروج من عزلتها، ومن ثم تزويد الميليشيا بهذه التقنية، خصوصا وأن الحكومة اليمنية قد تحدثت بشكل واضح ومباشر أن السفارة الإيرانية في صنعاء هي الآن مقر لتدريبات الحوثيين، كما أنها ربما سكنة عسكرية بالفعل يجري من خلالها دراسة الخطط، وبالتالي هذه التقنيات المتطورة ربما تعكس رغبة إيران في خلط الأوراق في المنطقة، ومن ثم الاستمرار بهذا العبث الحاصل. بالإضافة إلى هذا العبث الحاصل من إيران اللي أسميته حضرتك، ماذا عن أهداف وأطماع إيران التوسعية في اليمن وأيضا المنطقة؟ إلى أي مدى يتوضح ذلك ويبرز من خلال هذا الدعم الكبير للحوثيين سيد فيصل؟ في العلاقات الدولية معروف أن هناك نوعين من التدخلات، التدخلات الإيجابية وتتمثل في التنمية ودعم الحكومات، والتدخلات السلبية والتي تنم عن الرغبة في التوسع ومن ثم إيجاد الفوضى في البلدان ونشر هذه الفوضى، ربما يتعلق ويتعارض مع نصوص القانون الدولي التي من خلاله تسعى إيران إلى إيجاد حزب الله آخر في اليمن تتوسع من خلاله مذهبيا وطائفيا، ومن ثم ربما تستهدف إحياء ربما نعرات طائفية في مناطق الخليج العربي، وربما تستدعي ذلك إيجاد خلايا نائمة، لكن حتى هذه اللحظة ربما أنها تفشل بشكل كبير، إذ ظهر في المجتمع الخليجي أن هناك تماسكا كبيرا، لكنها في الأساس استطاعت بالفعل في غفلة من الزمن إيجاد قوة عبثية في اليمن، ربما هذه القوة نشرت الفوضى، وإن كانت مجتمعيا تتآكل هذه الدعم المقدر لميليشيا الحوثي لم تعتمد سوى الآن على القوة وفرض السيطرة والقمع على المواطنين اليمنيين، لكنها مع الوقت تجد رفضا كبيرا من قبل الشعب اليمني، وهي بكل تأكيد ستتساقط تباعا إذا ما وجدت أكثر الدعم، وها هي تتهاوى ربما في الصعدة، وبات ربما مركز عبد الملك الحوثي مهددا. نعم سيد فيصل، بشكل جدي الآن. نعم. شكرا جزيلا لك لهذه المشاركة من الرياض، حدثنا المحامي والباحث السياسي فيصل المجيدي رئيس مركز إسناد لسيادة القانون.